طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقه، وهو بيتعلق برايكم في اداء المنتخب والنتيجه بتاعه مباراه امبارح امام السنغال واللي انتهت بالفوز بهدف مقابل لا شيء. فنبتدي بداليا الكابيتانو اللي قالت اداء جيد من الناحيه الدفاعيه ولكن بدون اي اداء هجومي ولم نستغل عامل الارض والجمهور كما يجب ان يكون، ونحمد الله على الفوز وربنا يكملها على خير. تحياتي يا امير، تحياتي ليك يا داليا، وكلام جيد جدا منها، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكملها لنا على خير بالتاهل لكاس العالم باذن الله واحد احد. تعالوا ناخد تفاعل اخر من محمد عبد الجليل واللي قال نتيجه واقعيه وكان ممكن المباراه تخلص 0-0 بعيدا عن العاطفه، منتخب السنغال يستحق التواجد في كاس العالم. يا سيدي يستحق بس مش مهم، احنا عايزين احنا اللي نروح برضه. لو قررنا بمنتخب مصر كأداء، ولو قارناه يعني بمنتخب مصر كأداء ومجموعة، لكن دائما بتغلب العاطفة، وإن شاء الله نفوز في الماتش اللي جاي. كلام برضو منطقي من محمد عبد الجليل، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله نفوز في المباراة اللي جاية ونتأهل يعني. طيب ده كان تفاعل جماهير الكرة المصرية بشكل عام على سؤال حلقة النهاردة، دعوات جماهير الكرة المصرية كلهم بإذن الله لمنتخبنا في مباراة الإياب، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله نتأهل كأس العالم من خلال مباراة يوم الثلاثاء. دي كانت حلقتنا النهاردة.